نقولوا سي اس اس ربحت اليوم بنتيجه مريحه والروتور مش يكون سهل شويه. والله ما خموش بطريقه هذه. نحن بصراحه اليوم خذينا ماتش سيريو معناها استحقت باش تاخذ خمسه. اليوم ليكيب تاع الكاميرون اعطيناها خمسه ونمشيو غادي بنفس العقليه بنفس المردود ان شاء الله، وان شاء الله غادي نزيدوا ناكدوا النتيجه هذه ونزيدوا نسهلوا الماتش غادي في وسط الماتش مش قبل الماتش. بالنسبه لليكيب ادفيرس ما رينا حتى شيء اليوم. والله كيف ما معناها بصراحه نحن ما نعرفوهاش قبل ما شفناهاش كور، مي نحن خممنا في رواحنا اكثر معناها خممنا في الروندمون نحن يلزمنا نحكموا فيه الماتش، والحمد لله معناها السيناريو اللي كنا محذرينه معناتها مشى بالكدا والحمد لله تلاقى خمسه بلاش اليوم يظهر لي اداء ونتيجه. سيم كمون قبل كل شيء عوده الميادين بعد السبت. والله الحمد لله يا ربي معناها كما تعرف الضربه نتاعي ما كانت سهله كانت معقده شويه. نحب نشكر الاطار الطبي اللي وقف معايا على رسم سي ناصر يحيى والاطار الفني اللي اليوم معناها دخلت باش رجع فيها الثقه. نحب نشكر زاد السي قيس الغطاسي اللي معناتها وقف معايا وخدم معايا صباح وليل. الحمد لله يا ربي معناتها النتيجه كانت باهيه خمسه بلاش خلينا نمشيو للكاميرون مرتاحين ان شاء الله غاديك نروحوا بالترشح اللي مش يتسنى فينا مقابله صعيبه برشا. بالنسبه للنتيجه خمسه بلاش نجمو نقولوا سي سي في التورجي. لا مازال ما تلعبش، عملنا شوط اول مازال شوط ثاني غاديك كما تعرفوا الظروف الافريق فما سخانه فما الترطون زاد احنا كما تعرف ما نشلقوا ظروف صعيبه برشا ان شاء الله نكونوا رجال ومقابله مش تكون صعيبه. اما مازلنا ما صار حتى شيء مازلنا ما ترشحناش ان شاء الله نروحوا من الكاميرون بالترشح من غاد. خدمنا بالكدا في اللقاء معناها خمسه اهداف معناها تخلينا نسافروا بالكدا الكاميرون اريحيه، ما لازمنا نكملوا نخدموا خاطر معناها عندنا معناها تو المغامره الافريقيه تو بديناها ان شاء الله ربي معنا ونكملوا الروتور نتاع الكاف وان شاء الله نحضروا الشامبيون ان شاء الله الماتش اسبيرونس. كيفاش لقيتوا المنافس اليوم؟ والله ما نعرفوش صحيح المنافس حضرنا بالكدا ما يهمناش كي نقدموا نحن مردود باهي كما اليوم تشوف انتصار بخمسه بشيء معناها مش هذا ما يقولش اللي الادفيرسير ضعيف. صحيح نحن قدمنا مردود باهي ما يهمناش لازمنا نكونوا حاضرين نحن باش نقدموا مردود باهي باش نفرحوا الجماهير اللي جات اليوم ان شاء الله. ديك العاده بونتو العاده اليوم. الحمد لله يا ربي واحد قاعد يقدم مردود باهي سواء يمركي ولا يجيب اهداف الحمد لله واحد امبليكي في الاهداف نتاع نادي راس فيقسي. ان شاء الله نكمل هكا ننفع الجمعيه نتاعي وان شاء الله نقدم مستوى خير من اللي نقدم فيه توا ان شاء الله. الحمد لله يظهر لي الروندمون قاعد نوري فيه اليوم. يظهر لي كيما قلت لك هذه مش ليسونسيال اللي مارك ليسونسيال قاعد يعاون في اصحابه. الحمد لله اليوم الناس الكل كانت اون فورم. باش نقول لك الماتش ما كانش سهل. لونتام عرفنا كيف ندخلوا لونتام. هذا الكل سهل لنا اللي كيما تعرف اللي كنت سوا في الافريق صعيبه برشا. عملنا اللي لازم يتعمل ومازالت عندنا خدمه باش نكمل الخدمه ان شاء الله. كريم الانتصار نتاع اليوم ينجم يخرج الزوارات خلينا نقولوا من هزيمه المتلوي وينجم يرجع سي اس اس في الكورسه نتاع البلاي اوف. راهي جمعيات الكبار تنجم تخسر، مي الحاجه الباهيه اللي ثم رده فعل. كما قلت لك سي اس اس جمعيه كبيره تمرض ما تموتش. الحمد لله عملنا اليوم نكسيون هذا الكل باش يخلي الجروب يخدم على نقولوا نحن مرتاح اكثر. صريف ذول تجي خساره صحيح الخساره توجع شويه مي الحمد لله بنينا على الخساره نتاع المتلوي. نتصور خساره المتلوي كانت كف باش تفيق برشا عباد.